مخليني ما فيش 6 شهور او كده مخليني واقفه كده، ان انا حاسه ان انا بقيت ليا روحها بطريقه كلامي بصوتي كله. وخلاص انا كانه جلدي مسلوخ كده او كاني فرخه مخليه حاجه في وكبرت. يعني انا كنت طول الوقت حاسه ان انا لسه صغيره ولا كبرت خلاص. وبقول لك اللي انا بحسه ان انا اللي مصبرني ان انا هي، فغالبا روحها لابساني ولا ايه. ماما هي التاريخ كله. ماما هي حتى ابراهيم عيسى مره كلمني لما ماما حصل كده قال لي كانه كل ده كبرنا، لان هي ماما اللي كانت بتوديني المعهد وهي اللي اصرت لو انا عايزه، ابويا ما كانش عايز، هي الرحله بتاعتي. فانا وهي فحسيت كان انا خلاص زي قفل دوريه اتقفلت كده خلصت لماما، بس عليا ان انا اكمل ده علشان سليم يفرح ان انا في اللوكيشن ويتفرج. بس انا حاسه انه يعني مش عارفه اتكلم عليها ومش اسم ماما ولا هي ماما، لا هي حاجه مش بس ماما، يا صاحبتي وكله. بقول لك التاريخ دخولي المعهد يا ماما رفضها ان انا امثل. لما افتكر دكتور شوقي انا كنت في اداب فرنساوي، لا ما كنتش في انا هروح معهد السينما. فابويا ما هو سينما انت جنبني تك تك تك، وكان دايما يقول لي كلمه كده. كل الناس دي يعني ما كانش مقتنع خالص، وكان بيحب هيتشكوك قوي. فقال لي ما تبقي مخرج زي هيتشكوك. فما حتى قلت له ادخل اخراج، مش قلت لي زي هيتشكوك؟ كنت عايزه مجال ادخل منه وبعدين امثل، كنت موجود في التمثيل يعني. فقال لي انا قلت لك هيتشكوك بقى مش الكلام ده، يعني تنصل خالص انه الشغلانه دي ما تنفعش. فدخلت اداب فرنساوي مع المعهد علشان ابقى هنا وهنا من غير ما يعرف اول سنه. وماما قالت لي اوعي تمثلي، يعني انت هتدخلي بس الحكايه دي ما. فدخلت فاول سنه كانوا يدخلوا كده ده. فدخلت الاثنين، دكتور شوقي عميد المعهد الله يرحمه، يعني هو ده كان بالنسبه لي معهد السينما. قالت له ما ينفعش الاثنين ولازم ورق يروح اداب، انا مالكيش دعوه احنا عايزينها وهي شاطره. وظبطنا ان انا اقدر اكون في الاثنين واروح الامتحانات دي واعمل دي، ومش هقدر انسى الموقف. فهي اللي كانت بتوصلني تستناني في المعهد اخد دي الاداب الفرنسي عشان بابا اول سنه ما يعرفش ان انا في معهد السينما الفصل. ف وفي مره راح بقى مش عارفه خايف بشارع على مين بتاع، انا دايما بحكي لها خايف بشارع عايز تمثل وممدوح الليسي جه كان ممدوح ولا مش فاكره بإيهاب الليسي ونقى مين ولا طلع استاذ إيهاب الليسي كان ما تفهمش ايه. وانا في المعهد انا صدر عندي فدخلت مش عارف ففهمت انه في حاجه، والناس دي ما سالتش فتره كده ما حدش رجع يكلمني ليه. واكتشف بقى بعد فتره اقابل خالد بشار ماما ماني كانت اتكلمت مش عارفه قلت لها ده هتبقى صحة حسني مش عارفه لو عملته كده تاني وانا هددتهم بقى خلاص مفيش الكلام. وكان الدكتور شوقي انا جايبه البيت جديد تبقى مخرجه مش تبقى ممثله وخلاص. قلت لها ليه عملتي كده؟ كنت قولي لي يعني زعلت انه بس ما حدش جه يقول لي تاني وخلاص. فهي عملت ده من غير ما اعرف، وده ماما مش هسامحها. بعدين لما ابتديت الحكايه حقيقي حبيتها اكتر، وحبيت ان انا اتحكم في الناس محدش يتحكم. وحبيت ان انا اكبر بقى يحصل لي ايه وشكلي وحش. انا لحد دلوقتي صوره دمها تقيله بقى متضايقه، فحرام ربنا يكون في عون الممثلات حقيقي ان انا ايه ده شكلي هنا، لا انا كبرت، لا الدور دي ده هينفعها، دي حاجه نفسيه صعبه موت. انا عرفت ان انا مش قدها، فانا لازم كده انا مش عارفه اخرج لحظه اطلع الفيلم اقعد امثل كل شويه صعبه موت موت وطلع ايه واحسن. لا 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 فحبيتها.